لينا القرفص صح؟ اي قرف قرفة الزهونية بالحمل حمل عجوش. العلوش العلوش اللي هو الخروف. خروف الخروف. زين هي يعني اسمها المقرفطة ولا النواصة؟ هذه تسمى مقرفطة والنواصة جارية بالحمل العلوس. أنا جارية كالشربة. ممكن توريني شلون نسوي المقرفطة؟ مرحبا بك من المطبخ، هذا ونهزكم نوريكم كيفاش النواصة المقرفطة تطيب. أما تفضلوا معايا وادخلوها بسلام أمين. آمين. شنو مكونات الأكلة؟ مكونات الأكل متاع مقرفطة هذه مقرفطة نواصرة هي فلفل ملحي، طماطم معجونة، زيت، حمص منفخ، شوية ملح، لحم علوش. لحم علوش. لحم علوش، خاطر بالحم العلوش تجي خير من اللي بتجيش بالفراخ. إن شاء الله. إن شاء الله. زين شوية بصل مش برشا فيحة وبر. ليش تستخدمين الفلفل الحار؟ ها شوف حبيب اللحم. يعني لا يعني هي سبايسي. شنو نبدي أول شيء أول خطوة؟ توا باللون نحطوا الحك عليه. حطوا الفلفل. وبعد نحط الملح وبعد نحط الزيت بحصير طباخة أنا أخر شيء يعني متأمل. نعدوها للنار حتى تتقلى وبعد نمرقوها نمرقوها ونحط الحمص. الحين البصل أنا ما أقدر أقصقص البصل لأن ما أعرف أقصقص بصل. هذا شنو؟ احنا نسمي هذا نخي. احنا نقولوا له حمص. فلفل اسود. لو نحطوا النواصر بتاعنا تتفور. ها ينحط فوق يا شبيه. اي. والبخار بالبخار اي. نفس طريقة الكسكسي التونسي. آه. ونغطيوها. وحين كذي نطبخها ننطرها في الطبخ. ننطرها ساعة إلا ربع. حلوين. ساعة ساعة إلا ربع تكون مستوية. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. هاي نقدم لكم صديقنا عبد الله. أنا يا يذوق المقرفطة. بس أنا يعني عندنا منها بالكويت إحنا نسميها تشريبة. قرفطة كأنها معكرونة تقريبا. هي السر في البهارات متاعها. بس فيها أول حاجة بهارات القرفصة تختلف على بهارات المكرونة. حط الحمص. حط حمص. أحط حمص. هذه الأكلة أنتم تسوونها دائما في المناسبات ولا هي أكلة أسرية؟ أكلة عادية. أسرية أسرية عادية. أما اختصاصها زهوان يعني. أنا عرفت إن القرفطة لها اسم ثاني اللي هي النواصر. احنا سعنا شو نقول لك اللي هي تتحل بالعجين ورقة عجين سميد معروفة هذه في الزهوان وفي كل تونس يعملوها النواصر في كل مدن ورقة تتحل وكما قالت الأخت توا يعني تعمل في الصيف خاطر يلزمها تتجفف. الورقة هذيك تتجفف وبعد تتقسم مربعات وتقعد تشيل تخبيها للمرأة كما تخزن لك ما تخزن المكرونه ولا اي حاجه تجبدها وقت الحاجه مش تشيح بعد طيبه وتسميت انه هذه نكروفاته ومقرفته قلنا بس الاسم النواصر لكن في بلاي سخرين يقولوا نواصر مفوره نواصر هذه يقولوا نواصر مفوره مفوره يعطيك الصحه واحنا طيبوها نواصر جاريه يعني كما الشوربه اوكي سموها نواصر نسبه الى الناصري والناصري هو عمله تونسيه كانت موجودة في عهد الناصر باي والعملة التونسية في الوقت هذاك ما هيش كما العملات الموجودة خاطر تو الكل معروف من أول الدنيا المسكوكات تاع العملة دائرية الشكل صح لكن في 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 عهد الناصر باي العملة مربعة الشكل مربعة الشكل يعني هذه ماخذة الشكل من الناصري التونسي تسمات نواصر على خاطر نسبة للناصر باي ونسبة للعملة الناصرية بيعرف انا الجيل الجديد هذا يهتم حق هذا النوع من الاكلات ولا طبعا. ما زال على الهمبرجر لا طبعا
لا تبقى الماكله هذه هي البنينه مع الدميمه ربي تفضلها وما يطيبوهاش اللي يجي معناها يعني لازم كان عبد كبير ولا عباد عزاز علينا مش اي واحد نجم يطيب ماكله كيما هكا بنفس الوقت حتى كي تبدا نفس المكونات ونفس البهارات يعني انت تعرف تسوي الاكل هذا بروحك؟ لا يعني انت تاكل هذا الاكله ولا الهمبرجر؟ عشان هم قاعدين؟ لا الطبق هذا هو المقرفته كي ندبخوا مقرفته كيما كان طيبوها تقعد كي ناكلوها كان هي باش تاخذ حقها البطن وهي تكمل يعني تاكل وتركز على المقرفته وبس لا مقبلات ولا حتى شيء طبار يعني تونس فيها دخلت لها برشا حضارات اكيد الحضارات اللي كيما الاندلسيين كيما انا اندلسي انا من اصول اندلسيه مثلا حتى يقول اخ معد يحكي البرغول في هذه من اصول تركيه في تركيا انا اصلي تركي البرغول في تركيا اللي هو البرغل عندنا احنا يعمل بالبهارات وبالحار وبالحمص وبالفول مثلا في الحلويات كما الكعك اللي حكيت عليه الاخ اندلسي بقلاوه تركيه بقلاوه تركيه اليوم على موضوع الحضارات كنت انا في معبد المعبد الروماني ولقيت ان فيها حضاره رومانيه انا ما تصورت ان الحضاره كانت واصله لي كان عندي بيزنطيين البونيقيين الفينيقيين الرومان الاندلسيين الاتراك هذو كل معناتها وين مروا عليها الماء يعني معبد الماء اللي مشيتهم تعمل معبد باش يوصل الماء من زغوان الى قرطاج على حنايا ومنشآت مائيه على طول 132 كيلومتر على طار الصوت انا عرفت ان انت تغني انت تو قلت ان انت من المي من شرب المي الحلوه صح منشديني انت شيك ان تفاجات انا ما اقرا افكار تروي لوتشين لوتشين تروي لوتشين دان تروي لوتشين لوتشين تروي زغوان زغوان بيضة مصفاها حلوة محلاها بيضة مصفاها حلوة محلاها بيضة مصفاها مصفاها مية زغوان زغوان ما زغوان فيها ماء عذب بل يقول الماء متسمي على زغوان معناتها زغوان تمتاز بالماء ماهوش بالكمية تمتاز بعذوبة الماء صح مش بل ارتباط اسم المدينة بتاعنا الرومانية هي زيكوا وزيكوا جاي من كلمة أكوا والأكوا هو الماء هو الماء اسمها زيكوا أيوة. زيكوا هي سميت الاسم بتاعها يعني بلد الماء